خلونا نتابع هذا التقرير وأعود لك للتعليق على الموضوع. ترجبي علي بن أبو بكر الماس داخل المنطقة هبا جول جول محمد الويكا بيستلم كرة جميلة مقصرة من أبو بكر الماس ويسجل الهدف في الدقيقة. ديربي عدن التاريخي الذي لم يعد فيه شيء من التاريخ، وهذه الجماهير الغفيرة التي تنتظر بشغف لهذا اللقاء الذي يعد رمزا من رموز العاصمة عدن. في مئوية نادي وحدة عدن، هذا النادي العريق الذي تأسس عام 1924، استضاف الوحدة غريمه التقليدي نادي التلال في إطار الجولة 16 ضمن دوري عدن الممتاز. وفي أجواء رياضية رائعة انطلقت صافرة المباراة بين قطبي الكرة العدنية التي بدأت دقائقها بأصوات عالية وقوية مصحوبة بمؤازرة جماهيرية كبيرة وبحذر شديد من الجانبين وبهجمات سريعة على الأطراف، اعتمد لاعب الوحدة للسيطرة على مجريات المباراة، فيما اعتمد لاعب التلال على الهجمات المرتدة السريعة وعلى الأنيق عادل عباس بمهاراته الخارقة لتفكيك دفاع الوحدة محاولة الوصول إلى المرمى، لكنها قوبلت بصلابة دفاعية كبيرة. ومن ضربة مباشرة في الدقيقة 71 من خارج منطقة الجزاء ارسلها عرضية إلى علي الدغين الذي وضعها برأسه داخل الشباك ليعلن عن تقدم بيارق الهاشمي، أصطى فرحة عارمة من الجماهير الوحداوية. بعد ذلك حاول لاعب التلال العودة إلى المباراة لكن دون جدوى في أداء فني دون المتوسط، إلى أن أطلق حكم الساحة نهاية المباراة معلنا فوز الوحدة وحسم اللقب قبل جولتين من انتهاء الدوري واستمرار سطوة نادي الوحدة على البطولات في الفترة الأخيرة وغياب تام لعميد الأندية عن منصة البطولات.